تحية لك خالي، تحية الأخ طلحة، تحية للمشاهدي قناة شوف تي في. فخالد أكيد كما فور وصول ديالنا هنا المطار القاهرة وسط أجواء يعني جيدة لبعثة فريق الوداد الرياضي اللي استشاروا عليها يعني المسؤولين على البعثة ديال فريق الوداد الرياضي هنا بالقاهرة في أجواء يعني تنظيمة جيدة، في استقبال جيد كذلك من الأشقاء المصريين وعلى رأسهم يعني الكابتن سمير يعني المدير الكرة بنادي الأهلي المصري. فالنقطة الوحيدة اللي أثارت بعثة الوداد الرياضي وكذلك المتتبعين من الشأن الرياضي وكذلك الإعلام اللي رافق بعثة الوداد الرياضي هنا لمصر غياب استقبال رسمي من طرف السفارة المغربية وسفير المملكة المغربية هنا بمصر، يعني ما كلفش راسه حتى أنه يرسل شخص ينوب عليه. فهذه نقطة كتطرح أكثر من علامة استفهام. أكيد لاعبي الوداد الرياضي توجهوا صوب فندق الإقامة ديالهم المدرب زفين فاندر بروك، فهو فضل أن اللاعبين يكونوا بعاد على وسائل الإعلام، لذلك اختار أن الفندق ديال بعثة الوداد الرياضي فهو يكون يعني بعيد على الأجواء ديال الإعلام. نقطة أخرى أخي، فبعد التوجه ديالنا الفندق كذلك الصحفيين فقد اختاروا لهم فندق بعيد كل البعد إلى فندق إقامة فريق الوداد الرياضي لترك المجال للاعبين الأخذ الراحة ديالهم كذلك من أجل التركيز جيدا على هذه المباراة. فمدرب الوداد الرياضي اختار قرار آخر، هو بالنسبة للحصة التدريبية الأولى هنا في مصر يعني اختار أنه ما يكونش حضور وسائل الإعلام الحصة التدريبية الأولى هنا في مصر اللي انطلقت يعني الساعة 9 من مساء اليوم. أمر غريب كذلك يعني واجه الصحفيين المغاربة هو منع وسائل الإعلام المغربية من تصوير حافلة الوداد وهي تصل إلى ملعب التدريب، يعني خارج من الملعب تم منع الإعلام المغربي من تصوير وتوثيق هذه اللحظة. معطى آخر أخي خالد، فهي الظروف المناخية هنا في مصر يعني طقس حار لكن بين الفينة والأخرى عواصف رعدية، زخات مطرية رعدية قوية 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 يعني تقدر تشكل عائق أمام أصدقاء العميد يحيى جبران مشكل خلال هذه المباراة. أكيد المباراة اللي كنتمناو أنها تمر في أجواء رياضية، خصوصا كنعرفوا أن الضغط الكبير من طرف الإعلام المصري في هذه الأثناء وكذلك بعض الإشاعات يعني اللي كتخرج بين الفينة والأخرى. احنا كإعلام مغربي الدور ديالنا كنحاولوا أننا نأكدوا جاهزية فريق الوداد الرياضي لخوض هذه المباراة، المباراة اللي أكيد اللي لا تقبل القسمة على اثنين، خصوصا يعني كنعرفوا أن الفائز بمباريتين يعني الذهاب والإياب فغادي يحصد لقب القاري، لقب عصبة الأبطال الأفريقية لسنة 2023. إذا خالي تحية ليك وتحية لكل مشاهدي قناة شوف تي في، كان معكم سمير متوكل عدمول السباعي من القاهرة مصر.